بقى فرج. انت معتبر انك بتقول كلام عشان المفكرين المثقفين يتوقفوا امام كل كلمه بتقولها؟ ايه يا عم؟ ايه يابا؟ هو في حد يقول كده؟ انت فاكر نفسك مين؟ فاكر نفسك مفيد فوزي؟ والله العظيم ما كانش ناقص لك بس في الندوه التسخيفيه بتاعتك دي غير انك تطلع تقول انا مش مذيع، انا محاور. حكلفتك. انا مش طبيب الفلاسفه، انا فيلسوف الاطباء. حفرهدك. تعرف لو المفكرين فعلا اهتموا بكلامك فده هيكون من باب موسيقى مصطفى محمود لو سمحت. علم الاله سبحان الله واخلق ما لا تعلمون. شايفين حضراتكم مصر فيها نوع جديد من الثدييات بتحاول تتكلم زي البني ادمين سبحان الله، وعندها كمان القدره انها توصل للحكم وتشبث بيه. لا حول ولا قوه الا بالله. وبعدين ايه اللي عملته ده في محمد زكي؟ ايه الحركه القرعه دي اللي رتبتها مع الحارس بتاعك عشان اللقطه؟ اصل ما تقوليش يعني ايه مبرر انك تخلي الحارس يعمل كده؟ ايه الخطير قوي ومستعجل جدا وضروري خالص اللي هتقول محمد زكي في الاحتفال؟ ما هو ما فيش غير حاجه واحده ممكن تبرر اللقطه المهينه دي لمنصب القائد العام، انك تخلي الحارس بتاعك يشاور له عشان تقول له انت جيت يا محمد؟ طب اقفل الباب وراك وتعالى صبع معايا المحشي. او عاوز تقول له مثلا كده برضه تدخل عليا وانا بعملها؟ وانا بعمل الدوره التثقيفيه في التواليت؟ صدقني ما هو ما عندكوش قرار عسكري اكتر من كده، قرار التواليت. الا لو كنت بقى عاوز تساله هو كيلو الجمبري منزوع الراس بقى بكام دلوقتي؟ او سمسرت كام مليار من كلاشينكوف المعادي اللي بنبيعه للقبائل في افريقيا اللي غرقنا به السوق؟ والفلوس كالعاده في الصناديق خاصه بره موازنه الدوله. بره بره. وبعدين ده طماعه وفرج. عاوز المفكرين والمثقفين يهتموا بكل كلمه بتقولها؟ تصدق بالله يا فرج؟ احنا لو في ظروف عاديه الوحيد اللي ممكن يركز في كلامك هو دونالد داك. دونالد داك بتاع والت ديزني. ويجيبك بقى في حلقه وانت بتتكلم وبعدين يوجه رساله للاطفال الحلوين يقول لهم فيها هاي بيبي يا حلوين لازم نسمع كلام ماما وما نزعلهاش والا هتغضب علينا فلما نكبر هنلاقي نفسنا بقينا كده، ويقوم مشاور على اهلك ببنطلونك اللي فوق الحجاب الحاجز. وانت بقى ترد بانك تنتقم منها من ماما يعني وتسيب جثتها في الثلاجه لحد ما تخلص افتتاح تفريعه قناه السويس. بالك انت؟ وبعدين هو انت كنت رايح تحتفل بذكرى حرب اكتوبر ولا رايح تحفل علينا بسبب النكسه؟ هم اخوالك قالوا لك كده؟ ها؟ قالوا لك اطلع حفل عليهم وقول لهم النكسه استمرت 15 سنه وما عرفتوش تبنوا حاجه طول ال 15 سنه؟ طب ده مش حقيقي بقى على فكره. خالص. لكن عموما الخال والد. فاذا كانوا فعلا طلبوا منك كده عرفنا يا اخي، ادينا خبر. حتى عشان المرارة لما تتفقع تتفقع بسبب، مش تدمير ذاتي تلقائي كستنائي. وبعدين تعالى هنا يا اللي تنشكف معاميعك، وإن كنت أشك إن المعاميع طلعت لك أصلا ولا درس العقل، لأن أشك برضو إن يكون عدى عليك. هو الجنيه في عهدك ناوي توصله لحد فين؟ ها؟ ناوي تبعته بعثة جنوب أسفل الرشاح وتسيبه رائد هناك في قعر الملاحة؟ والملاحة إيه الملاحة؟ أنت بتغطس الجنيه غطسة مش هيقب منها، وصندوق النقد طبعًا مش هتفرق معاه ولا هيفرق معاه لو فلسنا زي ما عمل في الإكوادور وفنزويلا والمكسيك والأرجنتين، وكان هيكرر ده في البرازيل لولا لحقها لولا دي سيلفا كرئيس مدني منتخب. خد بالك أنت؟ مدني منتخب. زمان قالوا اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. دلوقتي بقى اللي مش قادر يشوف الحقيقه من الواقع اللي احنا عايشين فيه ده يبقى اعمى ومليون اعمى. اعمى النظر والقلب كمان. اتريس اتريس انت اصحى فيه.
عفيف. ايوه بص عفيف، عايز اقول لك خدت بالك لما فكرت بموضوع الثلاجه؟ اصله طلعها في المسلسل كانها ملاك نازل من السماء، وعلاقته بيها ولا علاقه المسلم مع سجاده الصلاه، مع انه نظام انتش واجري.